أما فيما تقول يا شيخنا، الأيام سريعة، الله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات، سريعة وانقضت، والآن نحن في ذكرى العشرين السابقة وفي أمل أن نفوز بالتسع الباقي. الآن ذهب اليوم 21، فنسأل الله أن يباركنا فيما بقي. شهر رمضان فضله الله سبحانه وتعالى على سائر شهور السنة، اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن، واختصه بميزة من 12 شهرا اختص هذا الشهر، واختص الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عشر ليالي، وهي العشر الأخيرة من الشهر. لأن بعض الناس يقول لك أنا مثلا ظروف عملي ما تسمح، أنا مثلا عندي عمل، أنا عندي ظروف. نقول له في السنة كاملة عندك ظروف، أتاك الله بهذا الشهر اجتهد فيه. يا سلام. بعضهم يقول لك والله حتى الشهر أنا أغلب عملي في هذا الشهر، طيب اجتهد بما تستطيع من الصلوات الخمس، من الحضور الجماعة، من الصلاة مع الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة ذات ليلة، صلى بهم صلاة التراويح، والصحابة خلف رسول الله والإمام محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فانتهى قبل السحر، انتهى وقت بدري. قالوا الصحابة لو صليت بنا يا رسول الله إلى الفجر ما ملوا، كيف يملون وهم خلف محمد صلى الله عليه وسلم. قال ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه كأنكم قمتم الليلة كله؟ قال الصحابة نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. اللي يقول عندي ظروف وأنا ما أقدر أصلي الليل، صل مع الإمام العشاء وصل معه التراويح حتى ينصرف، يكتب لك قيام ليلة كاملة، كأنك تصلي الليل كامل إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، من نعم ليلة كاملة يعتبر الله لك سبحانه وتعالى. يلا فضلك. نحن هذا الشهر بعض الناس يقول لك ما أقدر أقوم الشهر كله، ما أقدر أعبد يعني أتعبد وأتقرب. طيب في هذا الشهر عشر ليالي، هذه خارطة الطريق، ونحاول أن نتمسك بالشهر كامل إلا من نستطع في أغلب الشهر، إلا من نستطع. فسيأتيكم القول الآن في ذلك الشهر عشر ليالي هي فضلت على الشهر كامل. طيب في شيء مفضل من عشر ليالي يا شيخنا؟ ليالي الوتر. ليالي الوترية، احنا ودنا الحوار يكون أحسنت يا مرحبا. الله يحييكم. مرحبا بالمشايخ، كويس خلنا ندخلهم في الحوار. نواف بن طارد الدوسري، محمد الاحبابي، نعم هلا بن طارد نورتونا. كيف الحال؟ سلام خير رحيه احباب، كيف الحال؟ سلام طيب، السلام عليكم، الله يحييك. راح احييك. كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله يحييك. عساك طيب، طول عمرك. الله يحييك. كيف الحال؟ يا مرحبا، شلونكم؟ يا مرحبا، يحييكم. الله يحييك. تاخرنا جت النوم سلطان يا الربع. تعال عندي. لا ابي عند يا مرحبا شيخ باسم المكيف ابو ايوب. ابي هنا. ها ابي هنا، احنا الشيبان قصدي الشباب. انت روح الشباب. الله يسعدك. بقوا مقصر بالبرد. ها مقصر بالبرد. بارد ولا؟ اي والله، والله انه زين. ترى اللي جاي من الحر جو الشباب يبونه. ابو نايم اربع فوق ابو نايم بس. لا لا تطفي ابو، لا ما طفيت خلاص، بس خربت السرعة لانه يضرب فوق ويجي نازل. أهم شيء أنت يا أبو نايف، أهم شيء أنت، لا تفرج. يلا حي الشباب. يا مرحبا. الله يبارك. شلونك يا أبو عبد العزيز؟ يا هلا. عساك يا طيب. الله يبارك. شلونكم يا ربع؟ عساكم طيب. أيام المبروك اللي جمعنا وياك. مبروك الأوقات السعداء. كنا مع الشيخ سعيد. فالله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر من بدة الشهور، واختص فيه عشر ليالي من بدة هذه الليالي، واختص الليالي المفردات. ذهبت ليلة 21 وتبقى معنا الآن ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. هل اليوم كامل تجتهد فيه؟ اجتهد في اليوم كامل، ولكن من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس تبتدئ الليلة، فاجتهد في ليلة 23 وليلة 25 ليلة 27 وليلة 29 من بعد غروب الشمس بالعبادة وبالانطراح بين يدي الله، وصلي مع إمامك حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة كاملة، وهكذا حتى تفوز بليلة القدر. يقول أحد الأخيار يعني إذا أردت أن تتصدق 83 سنة فتصدق في العشر الأواخر في كل يوم لو بريال حسب المستطاع، فقطعا ستوافق ليلة القدر إذا تصدقت في كل يوم، وبالليالي المفردة بالأخص قطعا ستوافق ليلة القدر، فستعتبر ممن تصدقوا لله 83 سنة. يا سلام. ويقول أحدهم كذلك اقرأ
صورة صورة الإخلاص ثلاث مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن قرأناها مرة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن ثنتين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث مرات ما أخذت دقيقة. تعدل ثلث القرآن، فاقرأها في كل ليلة كأنك ختمت القرآن في ثلاثة. أجر من ختم القرآن في 83 عام. وأي خير تعمل في هذه الليالي فهو سيضاعف: الاستغفار، صلة الرحم، تفريج الكربات، إعانة الملهوف، حسنات تلوى حسنات تكتب لك في هذه الليالي. الله الله ألا نفرط فيما بقي. ما بقي من الليالي المفردة إلا يمكن أربع ليالي: ليلة 23 25 27 29. فلنجتهد، هذا دعوة لنفسي ولمن يتابع. وقت بسيط